حرصا من الدولة على توفير رعاية صحية للعاملين بمشروع قناة السويس الجديدة، قام وزير الصحة يرافقه محافظ الإسماعيلية أمس بافتتاح وتدشين عيادات طبية متنقلة للعمليات والجراحات وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والتي تم إعدادها بموقع المشروع. احنا جايين نقدم دعم طبي للسادة العاملين في هذه الظروف، طبعا مشروع تاريخي، لابد أن لكل مصري أن يشارك. العاملين في قطاع الصحة بيشاركوا من ناحيتهم، لدينا عيادات متنقلة وفرق طبية مستعدة لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في التو واللحظة للسادة العاملين. كل ما يطلبه المشروع والسيد المشرف على المشروع وكل الشركات بالعاملين احنا بنوفرها، سواء وقود كهرباء طول الليل، المنافذ بيع السلع، منافذ المية. احنا دورنا هنا موجودين في المشروع لأي إصابات تحصل من العاملين اللي هم في العربيات أو اللي في الموقع عامة، أي واحد بيتصاب احنا دورنا ان احنا بنسعفه. تجولت كاميرا مصر في يوم بموقع المشروع، حيث توافد مئات المصريين بالداخل والخارج لمساعدة ومؤازرة العمال في شق قناة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 72 كيلومتر وتكلفة تقدر بحوالي 60 مليار جنيه، مقللة بذلك زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات خلال عام واحد. بدل ما كانت القناة بتعدي 40-50 سفينة في اليوم، لا تعدي 80-90 سفينة، يبقى ده أساسا هيعود على الدول الأخرى، الدول العالم كلهم والتجار وأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال، إن السفينة بتاعته مش هتقف كتير، هتعدي مباشرة. احنا جايبين وفد النهاردة من اتحاد المصريين العاملين في الخارج عشان نشوف المشروع العظيم دوت، ونشوف الاتحاد هيقدر يساهم ويشارك في المشروع العظيم دوت بايه بالظبط. جينا عشان نقول ان الاكتتاب ده اول ما يفتحوه بالاسهم كلنا مع بعضينا هنساعد جميع المصريين خارج جمهورية مصر العربية ان الكل يساهم في مشروع قومي كان الاصول يتعمل من بعد تأميم قناة السويس. هنا وسط الصحراء وفي ظل مناخ صعب للغاية، يعمل آلاف العمال من أجل رسم مستقبل أفضل بتحقيق طفرة اقتصادية تضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى.